بالنسبه فواز انا كنت عايز اتكلم معاك في عده مواضيع مختلفه يعني. ايش نتكلم؟ انت ما تستحي على وجهك؟ ما شايفني افطر ولا شيل الفطور عشان تتكلم؟ يلا تعالى يا شباب شيلوا السفره عشان الباشا بده يتكلم على الصبح. نور بيت اخوك يا فوزي. وانت كنت بتعمل ايه امبارح يا قط؟ ابي ارباب كسامي كوتش ما تقولنا يا ربك يا بولتا يا تعبت يا بابا تينا ما تقلبش فيها بتبت شم فجاه. كنت بتعمل ايه؟ يا نهار اسود ده الاكل هنا فعلا محتاج جلاليب. انا هفتح سوسته البنطلون مش قادر كرشي نزل في وراكي. هعمل ايه؟ ما طلعت بفكر يا قاد الجنان ده وماشي تتحنجل كده مفيش صباح الخير يا عمي. الواد ده عدواني قوي الواد ضربني بالبنيه. جود مورنينج داد. جود مورنينج يزيد. داد انت وعدتني انك هتيجي معايا في البيرنس داي الاسبوع اللي جاي. يا حبيبي كبرت يا حبيبي ورحت المدرسه ونفسك ابوك يجي وياك. مين حبيب بابا؟ يزيد. مين روح بابا؟ يزيد. مين عقل بابا؟ يزيد. والله ما انا رايح وياك روح عني. دخلت علي دخله واحده خسرت مليون دولار. نفس امك الله يرحمها كانت تدخل تخسرني. رحمه الله عليك يا ام يزيد. دول بس انا كل اصحابي اهلين هيجوا معانا في بيرنس دي اشمعنى انا؟ ولد تكلم زين ويا ابوك. يلا روح. حرام كده مستر فواز. يزيد استنى يا حبيبي. ده والله غبي والله غبي. كان في زيتونه كنت اموت عليها. بقول لك ايه ما تعرفيش ال 3000 درهم في دبي يعملوا كم درهم في دبي؟ ايه لا شكلك مالكيش في دبي. المهم صباح الفل. سك ايه ده حسنتي كجمانه؟ مالك يا فوزي حسنتي ايه؟ اشربي شاي. شاي مش عايزه شكرا. خلاص ربنا يخليك يا فواز. اول مره اعمل شوبينج. اول مره تعمل شوبينج؟ لا قصدي الاسبوع ده اصل لازم كل اسبوع اعمل شوبينج من الجمعه للجمعه. انت عارفه لو جه عليا سبت من غير ما اعمل شوبينج ارجع الاربع على طول تلاقيني. تعالي. مرحبا. فين؟ ايه رايك بقى ندخل نجيب الحاجات اللي انت عايزها؟ لا 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 انا اجيب الحاجات دي. لا الاذواق بصراحه بيئه بيئه وبلدي موت يعني. بص القميص وبنطلوني انت تعرفي الفرق؟ لا 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 صح. بقول لك ايه انت بتتكلمي مصر حلو او انت مصريه؟ لا انا من اصول ايرلنديه بس بقالي سنين عايشه في الخليج وبتكلم مع المصري مصري ومع الخليجي خليجي ومع اللبناني لبناني ولغات اجنبيه كتير كمان. مية مية انا كده برضه بتكلم مع المصري مصري ومع الاسكندراني اسكندراني ومع الفيومي فيومي ومع الفكهاني منجاوي. قشطه يعني قشطه. مستر فوزي حضرتك جاي تشتري ولا ترغي؟ لا بصراحه انا جاي ارغي بصراحه. بس انا فرحان فرحان بصراحه المول حلو قوي. انت ما قلتليش صحيح بقالك قد ايه بتشتغلي مع اخويا فواز؟ بقالي تقريبا 3 سنين تعرفت عليه في اوروبا ومن يوميها وانا بشتغل معاه. 3 سنين ده اخويا فواز ده غبي جدا. ما فكرش مره في الثلاث سنين يعرض عليك الجواز او على الاقل يتهجم عليكي؟ ايه الاستوري اصلا انا صريح شويه. انا بقالي معاكي 3 ساعات ونفسي اعمل كده بصراحه. اصل مستر فواز راجل محترم وهو وافي جدا للمرحومه مراته. طب انا محترم ووافي جدا للمرحومه امي من يوم ما ماتت ما حنتش لاي ام. سيبك من الكلام ده سيبك. انا نفسي اوريكي اللبس الجديد عليا. إيه هتنبسطي قوي. فوزي ايه ده هلبس؟ لا مش هنا يا فوزي. مش هنا ايه وفي حد فيهم دفع لي فلوس وايه اللي مش هنا؟ لا فوزي والنبي دي فلوسي. الله فوزي والنبي بس مش هنا. انت بس انت مش فاهمه حاجه. ايه ده انت مش فاهمه حاجه. اسكتي. مش عارفه ليه قلت لك الكلام ده. يمكن عشان فيك حاجه خلتني كده ارتحت لك. هي نظراتي انا عارف نظراتي فظيعه. لا كده انت فاكك عفوي هلهطه يعني. يا بنتي انت مش عارفه بتكلمي مين. انزلي الدقي. انا من معالم الدقي زي كوبري الدقي بالظبط من معالم القاهره. انت عارفه برج القاهره ده انا هو دفعه واحده. هو ما شاء الله كمل وانا مش عارف ايه اللي وقفت. في حاجه غريبه انا بغرق ولا ايه؟ انا حاسس ان انا بغرق. انا بغرق يا الله يا جمانه. شوفي لي غطاس تاني. دوله اوروبيه نحط لها نقطه تدينا اسم عالم ذره. ها يلا. ها مش عارفه. لا فكري ايه اللي مش عارفه. فكري. دوله اوروبيه نحط نقطه تدينا اسم عالم ذره. طب قولها والنبي. هاخد 100 درهم. اوكي اوكي. قطر نحط لها نقطه تبقى قطز. هو قطز عالم ذره ويعني ايه قطر دوله اوروبيه؟ حلو صح. طب قول واحده تانية. ما تعرفيش حاجه والنبي. واحده 200 درهم. اوكي. ها ليه القوطه الطماطم؟ عارفه الطماطم قللت الادب. عشان حمراء؟ لا. عشان مدوره؟ لا. طب ايه؟ عشان بترقص في الخلاط. والله بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا عايز اسالك على حاجه.
اشيل الحاجه ديت ولا تقل من قيمه البضاعه؟ ما انا بقول لك شيلها. لا خليها. بقول لك ايه، ممكن اسالك سؤال؟ هو انت ليه ما فكرتيش في الجواز لحد دلوقتي؟ هو انت في حد غرغر بيكي ولا انت معقده؟ غرغر؟ انا اسف اذا كنت بتدخل في ملابسك الشخصيه. نعم؟ قصدي الداخليه، انا متلخبط. مالك يا فوزي؟ ما تنقلتيش اتجوزتي ليه لحد دلوقتي؟ ما بفكرش في الموضوع ده. فوزي، انا اتربيت في ظروف صعبه. بابايا ومامتي ماتوا فقرة جدا وسابوني لوحدي. عارف يعني ايه تكون محتاج حاجة وما تعرفش تجيبها؟ تكون محتاج أكل ما تلاقيش تاكل؟ كل ده يخليني ما عنديش استعداد ان اخسر اللي وصلت له علشان حب وجواز وخلفة. عرفت بقى ليه مش عايزة اتجوز؟ ياه، ده انت تافهة قوي. نكدتي عليا وعلى اللي جابوني، انا مالي عايزه تاكلي ولا ان شاء الله عنك ما طفحتي. ايه النكد ده؟ اكسكيوز مي؟ هلو. شايفه العيال المفرفشه اللي تفتح النفس؟ عن اذنك هروح اكحت النكد اللي عملتهولي. اوكي.